ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في حلقتنا النهاردة. ومعانا الفقرة التانية، فقرة الأطفال، هيكون منورنا رماس ويحيى. صباح الخير عليكم. صباح النور. صباح الخير يا يحيى. صباح النور. رماس، نبدأ برماس. اوكي رماس، عرفينا الأول بنفسك. اسمي رماس، عندي 9 سنين، وهقول النشرة الإخبارية. انتي موهبتك ايه الأول؟ تركي شعر صح؟ ومذيع. ومذيع صغيرة. ماشي، نبدأ نسمع النشرة الإخبارية بتاعتك، يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم، أهلا بكم في برنامج ريماس نيوز، الحقائق بكل تفاصيلها، المتابعة الدقيقة والفورية للأخبار المحلية والعالمية، أخبار مصر والعالم لحظة بلحظة. نشرتنا إخبارية، ثقافية، فنية ورياضية، ابقوا معنا مع برنامجنا ريماس نيوز. واليوم مع الشعر العربي بعنوان أتعرف ما معنى الكلمة؟ أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مذخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم. الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو كلمة، شرف الرجل هو كلمة، شرف الله هو الكلمة. خلاص، برافو. ايه الجمال ده؟ ليه الأول، مين اللي دربك على الكلام الحلو ده؟ انا ومامتي، يعني مامتي اللي ضربتني، وساعات كنا برضو بنشوف على حاجات على اليوتيوب. يعني برافو، انا عاجبني فيكي ثقتك في نفسك. يمكن يا جماعه كنا في البروفه وكانت رميس بتتدرب وبتلقي ده قدامي، اتفاجئت بيها صح، بس كنت خايفه شويه، بس دلوقتي برافو عليكي. عرفيني انت عاوزه لما تكبري تطلعي ايه؟ عايزه اطلع اعلاميه مشهوره. برافو، يعني تدرسي اعلام وتطلعي اعلاميه صح كده؟ برافو عليكي. طب ليكي مثل اعلى بقى وبتتفرجي على حد وكده، ولا مجرد بقى بتدرب في البيت وفي المدرسه وبس؟ لا، اللي هو ها بتدرب، اللي هو ما فيش. انت بتشتغلي اصلا على نفسك في البيت وكده ولا ايه؟ انت من نفسك ولا لازم ماما تقول لك قومي يا رماس اشتغلي على نفسك لا، شويه؟ وانا ساعات بلاقي نفسي سرحت فبقولها كده لوحدي. برافو، يعني انت اصلا الموهبه موجوده عندك وانت شغاله على نفسك مع نفسك برضه صح كده؟ وساعات مام يعني بتساعدني اكيد شوية. طبعا ماما ليها الفضل طبعا. طيب، عاوزه توصلي رساله لاي حد؟ عاوزه تقولي اي حاجه لماما لاي حد؟ ها، تقولي ايه لماما؟ ماما جابتك هنا النهارده عشان تشوفك في التلفزيون انت بتقدمي النشره الجميله دي، طرق الشعر الجميل ده، فلازم نقدم لها رسالة صح؟ يلا، عاوزة تقولي لها ايه؟ عايزة اقول لها شكرا، و ان هي وصلتني للحاجة الكبيرة دي، و شكرا. بتحبيها قد ايه؟ ها؟ كتير. احبك قد الدنيا يا مامي صح؟ برافو عليكي يا رماس، شطورة، وان شاء الله اشوفك اعلاميه كبيره بعد عمر طويل باذن الله، تحققي كل اللي بتتمنيه. عاوزه تقولي اي حاجه تاني؟ نروح ليحيى بقى. يحيى ايمن محمد، عندي 5 سنين ونص. هو حافظ، انا ما سالتش. بتحب مين بقى من الممثلين يا يحيى؟ عرفت ان انت بتحب التمثيل قوي وبتحب الممثلين. كوره وتمثيل حلو. بتحب مين بقى؟ بتحب احمد حلمي صح؟ اه. برافو.
قولي بقى يا يحيى، انت بتدرس في ايه؟ ولا انت في حضانة ولا في مدرسة ولا ايه؟ من حضانة الموضة اللي انا شايفاها دي في المدرسة في المدرسة يا راجل. في المدرسة سنة كام في المدرسة؟ في كي جوان. في الحضانة يعني. طيب قولي بقى، حافظ ايه من الحضانة؟ حفظت اغاني في الحضانة، حفظت ايه؟ عارف ايه؟ حفظت اي بي سي طب ما تسمعها لي كده نشوف يعني مثلا، وانت ايه رأيك؟ اي يلا. بي سي دي اي اف جي ازاي زيك الانا نانا بي يو ار اكس تي يو اس في اس اس كي و في اي ها اي بي سي دي اي ماشي. اف جي ازاي زيك الانا نانا بي كيو ار اكس تي يو في دبليو اكس واي ان دي نا 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 اي بي سي اس اي وان تو سي نا بي. ايه الشطارة دي؟ في الماس، ايه الشطارة دي؟ طبعا يحيى لسه صغير، فلسه ما اتدربش على اي حاجة، ولا عرفنا ايه موهبته، ولا بيحب التمثيل اكتر ولا الغنى اكتر. تحب ايه؟ الكور كرة ولا ده ولا التنسيق ده. طب بتحبي مين بقى في لعيبة الكورة؟ قولي. زياد زياد مين؟ زياد أخ مروة. اللي بيلعب معاك يعني، مش. برافو عليك. طيب قولي، لما تكبر نفسك تطلع ايه؟ أطلع الشرطة تطلع ضابط يعني. ضابط. برافو، اشوفك ضابط ان شاء الله لما تكبر باذن الله بعد عمر طويل، ونشوف رماس اعلاميه كبيره. عاوز تقول حاجه قبل ما نختم فقرتنا؟ عاوز تقول حاجه لمامي؟ قولها. والله شكرا ايوه وصورتني المكان ده حلو. جابتك المكان ده حلو، تقول لها ان انت بتحبها قد ايه. حمدك كتير اوي. برافو عليك. عاوزين تقولوا اي حاجة تاني؟ طيب كده احنا خلصنا فقرتنا، ان شاء الله نبقى مع بعض في حلقة تانية بإذن الله. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل وفقرة جديدة بعنوان حوار مع كبار.